ويجيك الفتك مع البرادو. برادو سبور والله. آه البرادو سبور ده مو كثير في البلد والله. ايش اسمه؟ قرمشة. يعني ايه قرمشة؟ تعال اشوف. تعال ايش اللي تقرمش؟ ايش تعال انت؟ تعال ايش القرمشة دي؟ هذه القرمشة دي؟ الطلقات النارية قواطع. هذه قواطع. برمجة مو قرمشة. هلا يا جنب عياك. دقيقة ماجد ماجد نازل من فوق. يعني انت فاكر لما تحط كفرات زرقاء قدام تطلع؟ انا اوريك هنا. يلا روح اجرب. نسم كفرات الشاص وجاء. روح اجاز روح اجاز روح اجاز يا اجاز. لا يا شيخ اعوذ بالله. الله يعوضه ان شاء الله خير. ارفع الكاميرا فوق يا ولد. شفت يوم نزل الكفرات طلع؟ ها؟ اول يوم يطلع هنا ما الهواء مليان. ايوه نقص الهواء. الحين اجي. يلا ترك منتصر على سوزوكي. هلا ابو ريم والله كيف حالك؟ اما ابو ريم والله هذا الهياط هذا الهياط كله. هاي شوف بالله شوف يسوي لنا هذا. يبغى يطلع مع المتسوبيشي والريوس. قرمشه هاي قرمشه والله هاي قرمشه. هنسمي المقطع قرمشه. ماجد خليك في النص انت. اي عشان يشوفوك الاثنين. يلا شفت القرمشه؟ هذه مو اسمها قرمشة. هذه حتى الرياضة هذا هو طلب الباتر. ها القرمشة بعيني. الصلاة على النبي ما شاء الله تبارك. بس هذا ضربة الضربة اللي تحت ذي. محمد. غيرنا الخط هذا انحفر كثير. فتحنا مسمار. فتحنا مسار جديد هناك اهون شويه في هذا المكان. هذا هنا انحفر شوي فصارت سياره تضرب فيه. الرنج مع الباترول. تحدى الصعاب ما شاء الله تبارك الله. هلا بالديسكفري ده. ما شاء الله تبارك الله. شوف يا الله تبارك الله. ابو ريم اليوم متدهر. ابو ريم اليوم متدهر. هلا بالشاص. ان شاء الله تبارك الله يعطيك خير ويكفيك شر ويا سلام. Thank you.
ولد ولد تبغى مين انت؟ يا أم يا ولد حرام والله انك مفتري. محمد يترنح ويهرب من رجلنا ويهرب منه. الله شردت يا ابو حميد، مسك الجيمني وانت اللي شردت. انتبه بس الرجال لا يمسكك، ترى عنده يدين كذا مسك الجيمني ده بصباع مسكه. لا فورشنر كذا يعني ايش انت تستحقره يعني ولا ايش تبغى تسوي؟ يعني انت تبغى تقتله انت ولا ايش يعني؟ ما عجبته شلون؟ جاب العيد فيك. مسكك يا احمد، شفت انا قلت لك انت من خوينا؟ شفته مسك احمد؟ ويرجع بالرأس؟ لا مو بيرجع بالرأس، اقول لك مسكه فوق خوينا في 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 الطعوس داسه انا. طبعا انا داس واحد جوا هناك، اللي ما هذا اقضبه. الاسبوع اللي راح رمى واحد ما شفته؟ ولد طبعا في شخص حيطلع مع شخص. الطلوع السكاتي هذا انا ما ادري ايش حكايته ده. سريع طلعهم بالله عشان اقفل اللقطه هذه. ولد يا وحش يا ولد يا ولد يا ابيض. وحش يا احمد والله قاتلك. انا الداوي انا مالي شغل. ويجي الباترول ما شاء الله تبارك الله. تعال منا منا منا. وال 400 مع الفتك، مع فتك مع الباترول كلهم باترول. النسان اليوم مقتحمنا اقتحام. ثاني مرة لا انا ما ادري هذاك، انا اولع لك البشرة اوريك الان. وعجبتك 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 ومسك محمد، شفت مسك فوق. اعطاه مزال يعني، هو ما مسكه بيدينه
يمسكوا بيدينه كان وقف في نفس المكان بس اعطى امسكه بحبل وقال له أخ... فك له شوي قال له روح تعال الله روح خويا ان شاء الله تبارك الله ابو ريم وحش يا فتك الله ابو ريم اليوم مكتسح الشاشه طيب سلك الخط ابو ريم والله يا ابو ريم انت كذا يسمونها هذا ايش طبعا انت راكب فتك يسمونها فتاك هذا طلع فوق سلك خطه وجاك وقال لك يلا تعال ليه يحفرونه هم المشكلة اي فلما تحفر ينضر اللي وراه بس اللي يجي المفروض يشوفه محفرة كذا يطلع يسوي نفس الحركة اطلع سلكها وقال له اصبر حبيبي عشان نمشي صح والبرد ذبحنا مستاهل كاس كفو ابو ريم ماجد يجي احمد ثاني مره لانه المره الاولى ذيك مسكوا خوينا ذاك اللي فوق والان يشوف خوينا انا شايفه انتم ما تشوفونه ترى انا اشوفه يلا استعد يا خوينا يو 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 طلع طلع مسكوا وين تروح يا احمد الله شرد 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 شردت يا احمد منه وابو ريم راح جاب واحد مرحم قول له تعال يا مرحم انا اوريك المرحمات كم ابو ريم كم ابو ريم هلا عمي هذه مكان البلد شغل التزوير ما عندنا بكذا نقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب نشكر الجمهور اللي حضر نشكر الجميع اللي شاركوا معنا انتظروا منا أشياء كثيرة بإذن الله كل فترة نفاجئكم بحاجة جديدة ما نعلن عنها إلا وقت يعني خلاص وجودها تعال خالد بإذن الله قريب إن شاء الله في مسابقة حتكون هنا موجودة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة حيكون في تسجيل فيها ما حتكون كذا يعني الحضور اللي يعني ما حيكون ما حيسمح لأحد إلا مشارك ومسجل فيها طبعا فيها جوائز فيها رعاية فيها أشياء كثير حتى من ما شاء الله تبارك الله يعني ما في شيء فرق كثير والله ما شاء الله الله يعطيكم خير ويكفيكم شرا اللي اقوله اللهم لك الحمد والشكر وجاءنا الداوي فاخر والله العظيم ما نعرف راح طلع فوق يصور سنابات
وجا الحين بيجر. يلا يا نداوي نعطيك فرصتك. وعجل الداوي وعجل الداوي والله وعجل الداوي الله العظيم يا الداوي ويمشي على مهله ويدلع ويدلع. يلا يلا عشان الصلاة بسرعة جيتوا دحين كلكم. يلا روح ويطورون الاثنين. طيب احمد طيب احمد طيب احمد طيب احمد يا احمد ايش سوى والله نكبوا يا احمد حرام الله نكبوا. نجي نختم يقوم يجون يطلعون يا الله يهديكم ما ادري منين جايين ذولي. يلا روح انا الداوي راح جينا الداوي والله يا الداوي مكسر خشومهم اليوم. يا فتك الخط والله ظالمك يا فتك. بكذا نقول نستودعكم الله إلى أن نتقابل بإذن الله الجمعة القادمة. ما أعرف إيش اللي حيكون فيه لكن لازم حيكون فيه شيء بإذن الله. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.